السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة تيك أونلاين، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هتكلم عن طريقة أرشفة موقعك أو مدونتك في محرك بحث جوجل، وجعل الموضوعات أو المقالات اللي أنت نشرها في موقعك تتصدر النتائج الأولى في محرك بحث جوجل. حتى لو طيل عليكم في الفيديو، تعال ننتقل للشرح. أول حاجة هتدخل على متصفح، أي متصفح موجود عندك، تمام؟ هتكتب في البحث أدوات مشرفي المواقع جوجل. بعد كده هتدخل على أدوات مشرفي المواقع جوجل، تمام؟ هتظهر لك القائمة دي، بس مش هيظهر معاك الرابط ده أو الموقع ده، تمام؟ لأنك أنت هتكون لسه ما حطيتش الموقع بتاعك في أدوات مشرفي مواقع جوجل. انت كل اللي عليك انك هتضغط على اضافة خاصية، تمام؟ بعد ما تضغط على اضافة خاصية هتدخل على المدونة بتاعتك او الموقع، هتاخد الدومين اللي موجود في الموقع او الرابط اللي هو موجود بالاعلى زي ما شايفين، هتاخده كوبي وتدخل على اللي هو المستطيل ده، تعمل له كنترول والفي بيس، بعد كده تضغط على اضافة، تمام؟ انا مش هضيفه مره تانية لاني انا ضايفه قبل كده. بعد كده هتضغط على الموقع، تمام؟ هو في الحقيقه مش هيظهر لك الموقع على طول كده، هو بس هيقول لك اثبات ملكيه الموقع، تمام؟ فهتنزل بالاسفل، هتختار، هيجي لك لينك طويل كده، هيجيب لك عده اختيارات، فانت الافضل انك تختار اللي هو نسخ اللينك، يعني هتلاقي لينك كبير فهتنسخه وتضيفه في الموقع بتاعك علشان تثبت ملكية الموقع. طيب هتثبت ملكيته ازاي؟ هتدخل على المظهر، تمام؟ وبعد كده تعمل تحرير. طبعا لو انت مش عارف الرابط اللي انت هتنسخه، هو انا هوريه لك في المدونة بتاعتي، لان في الحقيقة مش هتيجي غير مرة واحدة اثناء اثبات ملكية الموقع، تمام؟ هنا هتلاقيه في الميتا، تمام؟ زي ما انتم شايفين هو الكود ده، هتلاقي كود زي كده، فانت طبعا لانك اول مره مش هتعرف توديه فين او تعمل له لصق فين. لو انت لاحظت في الموقع في الاول خالص هتلاقي ميتا، يعني لازم تضيف الكود ده في الميتا. فانت في بدايه الموقع من فوق خالص هتلاقي في اكواد الميتا، فانت هتيجي في البدايه كده وتعمل فاصل كده وتجيب الكود، تعمل له لاصق هنا، تعمل له لاصق، وبعد كده تعمل حفظ المصدر، تمام؟ انا طبعا مش هعمل ده كله لان انا مطبقه، بس هوريك انت ازاي تعمل اثبات لملكيه الموقع بتاعك. بعد كده بعد ما تعمل حفظ المصدر تيجي على الموقع مره ثانيه وتضغط على متابعه، هقول لك تم اثبات ملكيه الموقع بتاعك بنجاح، ويجيب لك علامه خضراء كده، علامه نايك خضراء، يعني كده تم اثبات ملكيه الموقع بتاعك. بعد كده هتدخل على يعني خلينا بس نبدا ثاني، هيجيب لك الموقع زي كده بعد ما ثبتت الملكيه بتاعته، هتضغط على الموقع اللي انت خلاص اثبت ملكيه، هتضغط على الزحف، تنزل على ملفات السايت ماب اللي هي خاصه بالارشفه بتاعت المواضيع في المدونه او الموقع بتاعك، تمام؟ بعد ما تضغط على ملفات السايت ماب، طبعا انا ضايف قبل كده ملفات السايت ماب، فبالتالي انت هتضيف ازاي ملفات السايت ماب؟ هتدخل على الموقع بتاعك مره ثانيه وتعمل نسخ لرابط الموقع، تمام؟ او الدومين، وتدخل على الموقع ده، والموقع ده هحط لك رابط الموقع ده اسفل الفيديو في الديسكريبشن، تمام؟ وكمان انا هحط لك رابط المدونه، هتلاقي فيها الموضوع كامل عن هتلاقي فيها الروابط واللينكات المستخدمه في الشرح. هنا هتضيف اللي هو اللينك او الرابط بتاع المدونه، وتضغط على جينيريت سايت ماب، تنتظر شويه هيظهر لك الاكواد اللي انت شايفها دي الخاصه بالموقع بتاعك. فكك من الاكواد دي كلها وتعالى هنا للـ ATOM، تمام؟ من اول الـ ATOM وتنسخ الـ يعني تنسخ الحته دي، تمام؟ تعمل لها نسخ.
تعمل لها نسخ، بعد ما تعمل لها نسخ طبعا هتلاقي فيه 500 هنا، ده الخاص بالمواضيع بتاعه الموجوده في المدونه بتاعتك. يعني انت عايز تعمل ارشفه للمواضيع كلها، لو المواضيع بتاعتك في المدونه من 1 الى 500 فهو بالفعل هيجيب لك ارشفه من 1 الى 500، فلو في اعلى من كده هيجيب لك من 501 لمثلا 600 او 1000 او 1200 وهكذا. طبعا انا ان المدونه بتاعتي ما فيهاش 500 موضوع او مقاله، فبالتالي جايب لي من 1 الى 500، هو هيرشف لي كده. وبعد كده فيما بعد لو اتخطيت ال 500 هتيجي لنفس الموقع وتضغط على جنريت سايت ماب، هيجيب لك سايت ملفات او اكواد سايت ماب مختلفه واكتر من كده. علشان بس انا شرحت لكم الحته دي بس عشان تبقى فاهم الطريقه او فاهم انك انت تجيب سايت ماب ازاي وتعمل سايت ماب للمواضيع الجديده اللي هتنزل بعد كده. تمام، بعد ما تنسخ اللي هو الكود اللي قلت لكم عليه من اول الاتوم دي لحد الاخر، هتيجي في اختبار، اضافه اختبار ملف السايت ماب، هتعمل له لصق وبعد كده تضغط على ارسال. طبعا هو نفس الطريقه، يعني زي ما انتم شايفين هو الكود اللي انا عملت له ارسال قبل كده، هتضغط عليه. تمام، علشان نعمل ارشفه للمدونه او الموقع بتاعك هتضغط عليه وتضغط عليه مره ثانيه، هتلاقي فيه كلام كتير زي ما انتم شايفين. يعني الكلام ده كله هو اللي بيارشف لك، او هو ده الكلام اللي بيتارشف في جوجل بس على هيئه اكواد زي ما انتم شايفين. طبعا لو انت خدت الكود وعملت سلاش هنا وضفته وضغطت عليه زي ما انتم شايفين ارشف لك كل حاجه في الموقع بتاعك زي ما انتم شايفين. دي كلها كود او اكواد المواضيع اللي انت نشرتها او الكلام اللي انت نشرته كله في المدونه. دي هي الارشفه الحقيقيه اللي تخلي موقعك يظهر في النتائج الاولى في البحث بالاضافه الى المواضيع كلها. طبعا لو انت اخدت نفس الكود، تمام، اتوم لحد هنا كنترول والسي، وجيت في السايت ماب وعملت اضافه في السايت ماب، هي نفس الطريقه. تمام، هي نفس الطريقه، وبعد كده تضغط ارسال. تمام كده انا عرفتكم ازاي تضيفوا تجعلوا تعملوا ارشفه ل الموقع بتاعك او المدونه. يا رب يكون الدرس عجبكم، لو عجبكم طبعا ما تنسوش تعمل لنا السبسكرايب ولايك وشير، ولايك اهم حاجه لانه بيحفزني جدا. وانتظر مني الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله.